تخفيفا من معاناة النازحين والمهجرين من ديارهم الذين دمرت الميليشيات الحوثية منازلهم وارتكبت ضدهم أبشع الجرائم بعد أن حولت أراضيهم إلى حقول ألغام تفتك بمن يقترب منها. دشنت العمليات الإنسانية والإغاثية بالمقاومة الوطنية وبدعم من فاعلي خير مشروع رحماء بينهم. استهدف هذا المشروع في مرحلته الأولى 400 أسرة بمخيم الجشة من قوام 1600 أسرة. سيستهدفهم المشروع في مراحل تالية بمخيمات أخرى يعاني المهجرون فيها من أوضاع معيشية صعبة وظروف قاسية بعد انقطاع مصادر الدخل التي كانوا يعتمدون عليها. المقاومة الوطنية دشنا اليوم المشروع رحماء بينهم في الخوخة مخيم الجشة، والعدد الأسر المتواجدة في هذا المخيم 400 أسرة، والمستفيدين 1850 أسرة. وكان هذا من ايضا من متعاونين ومساهمين من فاعلين الخير. نحن اليوم ندشن العمل الانساني التابع للقوات المقاومه الوطنيه. يهدف هذا العمل الى التخفيف من معاناه النازحين والمهجرين من المناطق المحيطه بمدينه الحديده. عملنا على توفير اكثر من 1600 حاله. ان شاء الله يستمر هذا العمل. هدفنا تغطيه كل المخيمات الموجوده على مستوى الساحل الغربي. برامجنا كثيرة وإن شاء الله نستمر على هذا المنوال. نشكر في البداية القيادة الوطنية، قيادة المقاومة الوطنية بقيادة البند مطارق عفاش لما بذله من رعاية وترتيب وتنظيم وتأهيل لعمل هذا البرنامج. عملنا الفكرة لأننا نجهز لهم وجبات غذائية إن شاء الله. الحمد لله جهزنا وجبات يعني حفاظا لسلامتهم، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا ولكم الأجر. المستفيدون عبروا عن شكرهم وامتنانهم للداعمين والقائمين على المشروع الذي يقدم لهم 3 وجبات جاهزة يوميا موفرا الجهد وتكاليف الطبخ. وبسبب هبوب الرياح يحمي الخيام من الحريق والمخاطر الناجمة عن تواجد المطابخ داخل المخيم. كما تشاهدون هذه الوجبات لمدة 13 أيام تمام في بقية المخيمات الأخرى تمام. ونشكر الجهات ذات العلاقة التي قامت بهذا التصوير ورعاية الأخوة النازحين في مدينة الخوخة. نشكر فاعلين الخير على اهتمامهم النازحين في مخيم الجشة، وعلى اهتمام بأخواننا النازحين الجشة التي تشردتهم الحرب وتركتهم تركوا ديارهم وماهم منزلهم في الأراء والبرد. مبادرة إنسانية وفرت أهم مقومات العيش الضرورية للأسر التي هجرتها الميليشيات الحوثية وتجاهلت معاناتها المنظمات الإنسانية والدولية. من محافظة الحديدة شرف الشمري، اليمن اليوم.